الا خديتي اذا غير هذا راه 21 درهم، هذا 21 درهم فقط، وغتاخذ باكيه ديال السكر بدرهم. الناس كيسولوا واش اتاي مزيان، هذا راه اتاي الدجاج اللي معروف في السوق، يعني تقريبا 25 درهم في الكيلو. فيديو ديال الزيت 5 لترو لوسيور 8 ديال الدراهم، هذا كلهم 6 ديال الدراهم، 96 فرماجه 6 ديال الدراهم. هادشي كامل اللي كتشوفوا الزا ايديال. شنو اخر اخويا؟ كاين لي فلون، كاين الرايب، هادشي كامل جوج دراهم. انا الحليب لاله مولاتي ايترو ديال الحليب الجوده درهم ونص، بحال هاد 16 فرماجه 5 دراهم 120 درهم، 12 درهم الباكيه ثمن واعر ديال بصح، كاملين هادو ب 17 درهم، هادو كاملين ب 17 درهم. حتى ثلاثه هادو، ثلاثه هادو راه 7 دراهم، هانتوما ثلاثه 150 تكسر اتقان، هانتوما جوج دراهم ونص. بغيت نوضح لكم واحد الحاجه عند مريس ماركت، اي حاجه لقيتو فيها عالدو تيكي هادي بهذه الطريقه، قرب عندي كاميرا مان الله يخليك، لقيتو تيكي عارفه فيها برومو والحاجه الزوينه لاحظوها مزيان، وباش تعرف راسك اقتصدتي عند مريس ماركت شوف مزيان. هنايا كنعطيوك الثمن شحال كاين في السوق وشحال كاين عند مريس ماركت، وشوف هنا بالسوق كنكتبوا لكم واحد الكتابه صغيره، شوف شحال اقتصدتي عند مريس ماركت. السلام عليكم حبايبنا ومرحبا بكم والف مرحبا، ورمضان المبارك سعيد دائما. حنا الناس دابا حنا وصلنا 15 في رمضان، الناس يتقداو مقدي ديال رمضان، اغلبيه دابا غتعاود تخصهم دابا مقديه اخرى للصوت الثاني من شهر المبارك. اذا كيف ما دائما كنوعدكم المريس ماركت ديال بحسابكم، والمريس ماركت تيقول لكم حنا العام كامل وحنا رابحين، جا الوقت اللي تربحوا نتوما. يعني الا جيتي لاله مولاتي سيدي ومولاي وتقديتي شهر رمضان من هنا، راك انت اللي رابح ماشي المريس ماركت، لانه الاثمنه جد مناسبه مقارنه مع السوق. كل حاجه غنوريوها لكم، غنوريكم الثمن الاصلي ديال السوق، ونوريكم الثمن ديال عند المريس ماركت دابا، وكذلك غنوريكم حتى لاداط، لانه بزاف ديال الناس تيحطوا لنا كومونتير تيقول لنا احكا ما حكا راه هادشي بروش بيريمي ولا لا بيريمي. هنا ما كاينش بيريمي، هنا ما كاينش بروش بيريمي، غنعطيكم كلشي بلي ديطاي. فمرحبا بكم والف مرحبا، نبداو معكم بالعروض وحسبوا معايا وشوف شحال غتوفر في جيبك من عند المريس ماركت. اذا نبداو بالعروض اللي كاين. اول حاجه هو القفه كما كتشوفوا في الصوره، بحال هذوك الفيفات هذو 199 درهم باش تقام عليك مع المريس ماركت. بغيتي على الراس اولا الناس محسنين اللي كيبغيو يخدموا مساعدات، فمرحبا بكم عند المريس ماركت، غتلقاو احسن قفيفه عامره تبارك الله وب 199 درهم فقط. كذا خسائي لاباس عليكم، كذا مع الجرا تما الله يستر الامور، الله يحفظك توقيت العمل، الله يبارك فيك علينا وعليك، الله يحفظك توقيت العمل ديالكم من 11 تل 12 ليل، تل 12 ليل طبيعة الحال مورا فطور مع 9 ونص. مزيان مزيان، جميع الفروع فيها نفس الأثمنة. أكسيا زين أي هذا بوحدو بوحدو صافي، هذه راه صافي، بلاتي نعاود نتأكد. بالنسبة خويا سعيد هاد العروض هادو خاصين بهذا المحل، المحل الناخيل ديال الناخيل يعني اللي كاين هنايا، نعم المحل ديال الناخيل اللي كاين في طريق فاس، اللي العنوان ديالو غنخلي لكم في الاخر ديال الفيديو. الناس يبغوا يستافدوا من هاد التخفيضات الهائله، وانا متاكد انه التخفيضات ديال اليوم راه غادي توفروا فيها في جيبكم التقضيه ديال رمضان حتى ل 300 درهم. فمرحبا بكم، نبداو العرض الاول وحسبوا معايا وديروا معايا كالكولاتريس. شوفوا معايا كاين الزيت لوسيور رقم واحد، لوسيور نعم 5 لترو، هو سباكيتي ديال 250 غرام غراتوي. نعم فابور، هذاك تعطى فابور بحال فابور. نعم شتي باش غادي تاخذ هذا الزيت هذا راه بحال خديتيه. نعم اذا الثمن الاصلي هو 96 درهم، اليوم انتم 87 درهم، يعني هذا الفيديو ديال الزيت 5 لترو لوسيور 8 ديال الدراهم ناقصه لكم على الثمن ديال السوق، زائد هذا سباكيتي بالمجان. كاين كذلك العرض الثاني، كاين هذا عافيه اللي ديال 4 لترو، عافيه 4 لترو نعم كتقام ب 70 درهم، 70 درهم اليوم 75 درهم دابا ب 70 درهم. نعم اذا بعوض من 75 70 درهم، يعني هذه عافيه صحيح. نعم هذه عافيه حتى هي 5 ديال الدراهم ناقصه لكم. ولي اخويا لاضط الله يخليك لاضط، باش الناس اللي كتسول، الناس اللي كتسول الله يرحمهم. هذه بالنسبه لهذه بعدا 2025 شهر 5 17 شهر 5 2025 2026 هذه 2026 نعم. اذا هذا العرض ما يخص الزيت، كاين كذلك هاله 8 لترو، 8 لترو هذا البيدو العملاقه ديال سيتيرن هذه اخويا اللهم بارك. بالنسبه للتاريخ، بالنسبه للتاريخ هذه اخويا سعيد ها هو نعم 2026 وراه الناس كتسول هاد الهضره الخايبه، لا ديما لا راه بيريمي
وصافي سيدي هذه بريمي ما تجيش ليها صالينا. هذه فيها واحد الثمن اللي هو واعر 129.5 بدلا 135 درهم. 135 شحال ناقصه فيها حتى هي؟ ناقصه 5 درهم ونص. 8 لتر حتى هي سيتيرنا ديال الزيت 5 درهم ونص ناقصه لكم على الثمن الاصلي. ندوزو للفرماج. بالنسبه للفرماج اللي كيعجبني عند مريس ماركت سرح عيني خويا كاميرامان وريهم اللهم بارك اشكال وانواع موديلات واسماء وماركات ديال الفرماج بشكل وانواع الاحجام اللي بغيتو ديال 8 ديال 16 24 بغيتو القادوس اللي بغيتو كاين كاين القادوس ديال 96 فرماج كاين ديال 82 اللي بغيتو كاين ولكن كاين هذا راه ولا دار لي واحد الاشهار تاعهم. نعم ديما كنشوفوا الناس مورا الفطور قبل الفطور. نعم هذا راه غيفا معروف الاشهار ديالو كيكون مورا الفطور في التلفازه المغربيه ديما جوده ممتازه ديال بصح 96 قطعه حجم اقتصادي. هذا فيفا 96 قطعة كما تنقول لك قادوس ديال الفرماج للثمن ديالو الاصلي هذا هو 63 درهم. اليوم غيبقى لكم 56 درهم يعني هذا القادوس ديال الفرماج 96 قطعة 6 ديال الدراهم ناقصة لكم على الثمن الاصلي. كاين فيفا واش اخر كاين اخويا؟ كاين الداري تا هو زوين. نعم تا هو فيه فرماج واعر. ها هو كاين سيدي هذا تا هو هذا كلهم نفس الثمن رقم واحد كاين 96 قطعة كلهم 6 درهم هادو كلهم هذا نعم وهذا خويا اعطيني اعطيني هذاك فيفا حتى هو هو هذا كلهم 6 ديال الدراهم 96 فرماجه 6 ديال الدراهم ناقصه لكم على الثمن الاصلي. وكاين مازال شي ماركات اخرى تاعهم ماركات فيهم الثمن اللهم بارك. ندوزو هنايا الناس اللي كيهتموا بالباتيسخي الناس اللي كيهتموا بالحلويات غنشوفوا معكم كاين الماء حتى هو نسينا الماء كاين هذا الماء فيه الناس اللي عانوا هاد العام ساكن في مدينة مراكش واش باقي مقطوع من مراكش؟ لا لا كاين صافي تطلق على سلامتنا على سلامتنا فالماء الناس اللي كانوا يسولوا على الماء ها هو راه كاين موجود الناس يبغوا الماء لانه كاين باقي الروبينات اللي مخوض فيهم من حد الان الماء هو موجود تماما مزيان. كيفاش وفرنا لهم تاعنا الثمن؟ وبثمن زوين ما عندي ما نقول. دابا باكس فيه 6 ديال الليتر ونص 25 درهم. نعم بدلا من 30 درهم يعني هانتوما باك ديال 6 6 القرعه ديال ايترونس 5 درهم ناقصه لكم على الثمن ديال الصو. نشوفوا هنا لاباتيسخي بالنسبه لاباتيسخي هنايا كاين سواء كنتي من عشاق الحلويات كتصاوب لهم في الدار اولا كنتي كتبيع وكتشري يعني كتصاوب الحلوى وكتبيعيها كنعرفوا باللي الناس كيقولوا من زمان الربح فاش الربح في المشرى يعني الا شريتي بثمن ناقص الهامش ديال الربح كيكون طالع عندك اللومات انت اللي كتصاوبي الحلوى مرحبا بك. هادشي كامل اللي كتشوفي اللي معروف الثمن ديالو هادشي كامل معروف الثمن ديالو 6 درهم دابا 4 درهم يعني هادشي كامل اللي كتشوفوه الزا ايديال شنو اخر اخويا كاين لي فلون كاين الرايب هادشي كامل 2 درهم ناقصه لكم على الثمن ديال السوق كلشي 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 عندك هاد الرايون كامل هاد الفوقاني هذا من 6 درهم ل 4 درهم هادشي كامل وهادشي الاخر فيه الثمن اللي هو رائع فهمتي. نعم دائما ثمن منخفض على الثمن ديال السوق. الكريم هذه دايره شحال هذه؟ الثمن 6 درهم هذه معروفه في السوق 6 درهم حتى هي دابا 4 ديال الدرهم هذه الكريمه هذه معروفه ها انتم ومرحبا بكم. مايفين بحال مايفين هذا المحل هذا الثمن ديال المحل هذا المايفين هذه راه معروفه تتباع ب 6 درهم 7 درهم 4 درهم 96 يعني هذا الشيء كامل اللي هنا ينقصوا فيه 2 درهم هذا الشيء كامل اللي هنا اي حاجه حطيتها عليها يديك هاد الرايون 2 درهم نعم هنايا والجهه الاخرى هكا وهبط بطبيعه الحال هذا الشيء الاخر اللي كتشوفوا هنا كل حاجه وثمنها. اذا دائما نبقاو هنايا في الغيون ديال 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 لاباتيسخي. اعطينا شنو اخر كاين هنا كاين هاد الهولا لا نرى فيها الثمن هذا قشدة هذه قشدة ديال نعم. كيديروها مع الحلوة ديال القشدة ديال الحلوة نعم هذه قشدة وهولا لا الثمن تاع الاصلي هذه هو هذيك 37 37 درهم هنا 33 درهم تقريبا هذه نعم هذه تقريبا دابا 4 درهم هاي قشده 4 درهم ناقصه لكم هنا عند المريس ماركي. زيد اخويا بحال هذا شافو واش تقدر كتشوفوا كامل نعم. بحال القشده هذا الصغار راه كاين ديال 9 درهم كاين ديال 10 درهم هاد القشده الصغار هادو هما نعم راه كيبغيهم الناس بزاف فيهم الثمن اللي هو هائل كلهم كاين شي 6 لي مارك ولا 7 ولا ما عرفتش شحال كثر كاع هنايا هادو كلهم ما كيتعداوش 10 درهم فهمتي كاملين كاين السيروات بشكل ونوع كاين هادشي كله كيتعلق بالباتيسخي بحال هاد اللوز هذا بحال هاد الفروي هادو بحال الجليكوز بحال الشوكولات كما كتشوفوا الشوكولات بشكل ونوع اللي لايق الذوبان ولا ديال ديال الكرواسا ولا اي حاجه بغيتو المهم راه الثمن فيها ناقص. ندوزو الحليب حتى هو راه فيه ثمن هنا الحليب لالا ومولاتي ايترو ديال الحليب الجوده درهم ونص ناقص لكم على الثمن ديال السوق اي الجوده ايترو
درهم ونص 30 ريال ها هو ناقص لك على الثمن ديال السوق. عرفتي مول الحانوت يكون جارك يكون باك يكون تيبيه في الحانوت ينقص لك 10 ريال، ولكن باش ينقص لك درهم ونص راه ما يمكنش. ها انتم على المثل. وباش كيعجبني المريس ماركت هو كينقص في المواد الاساسيه يعني جوده. ها انتم اللي بغى باك كامل، باك كامل راه نورمالمون كيدير 66 درهم، دابا باك كامل 56 درهم و 99 يعني تقريبا واحد 9 ديال الدراهم، ياك 9 ديال الدراهم فهاد الباك ناقصه لكم. ها هو هانتوما باك بحال هذا كامل كما كتشوفوا، هانتوما باك بحال هذا كامل ها هو 9 ديال الدراهم ناقصه لكم على الثمن الاصلي. وكاين ديال نص سيترو حتى هو اللي بغى نص سيترو راه كاين نص سيترو، تاورا في الثمن هو نص سيترو، نص سيترو الحليب هنا جوده 10 ريال، نص سيترو الحليب جوده 10 ريال ناقص لكم على الثمن ديال السوق. هاد الباك كامل نورمالمون ب 36 دابا 38 99 درهم تقريبا، ناقص لكم فيه حتى هو شحال من 36 38 واحد 3 دراهم ياك شي 3 دراهم. كاين هاد الحليب هذا اللي بحال نيدو، بحال نيدو، بحال نيدو راه معروف واعر ديال بصح. هذا الثمن ديالو شحال من كيلو هنايا؟ هذا فيه 2.40 2.400 تقريبا 2.5 كتعطينا 22 لتر، بحال غيتقام عليك لتر بشحال؟ 7 دراهم و30 فرانك، 7 دراهم و30 فرانك. ها انتم هذا الحليب هذا ننصحكم به لانه صراحه رخيص ديال بصح. ها انتم 22 لتر 7 درهم ونص، 7 درهم ونص لكل لتر، ونقيم عليك بثمن زوين، ثمن واعر و والله الجوده ممتازه. ديو الناس صراحه نعم. كيجيو يسولوا عليها الله جان ثاني راه كنحطو حتى هو كاينه في لا كونتيتي كاينه موجود الفرماج ديال الفرماج راه ديال 16 في 6 تكني مارك هنايا وكل ماركات واعرين وثمن زوين من 15 درهم. ها هو من 15 درهم فرماج 10 دراهم 16 فرماجه 10 دراهم دابا بحال هاد 16 فرماجه 5 دراهم ناقص عليكم على الثمن ديال السوق راه بيريمي ما تجيو تشريو بيريمي. ها انتم 7/2024 هذا عاوتاني حتى هو انتم 9/2024 ما مرحبا نعم. وهذا فابور ثمن هز اللي عجبك هنا غراتوي، تبغي تقام عليكم هنا الفرماجه تقريبا بشي 10 دريال داز الفرماج. نمشيو نشوفوا حاجه اخرى اجيو معنا، كاينه عروض رائعه الصراحه. انت كاين هذه؟ نعم شنو كاين؟ اييه هذه زوينه، هذه كتاخذ 4 العلب ديال الزا وتتشد لك هذه البواطه فابور، هذه لك بالمجان. ها انتم 19 درهم بدلا من 32 بحال كتشد لك هذه البواطه هذه فابور. ها انت لاله تاخذي من عند المريس الزا فيهم 10 ياك اخويا 10 الخمارات، ها هما 10 الخمارات كتاخذي 10 الخمارات يعني 10 20 40 خماره 4 الباكيات وكتاخذي بواطه هذه لك بالمجان. هذا العرض الاول واعر الصراحه. كاين هنا اتاي زوين هذا ديال القصور، عندكم تاين تقولوا لي اتيتين ديال 5 درهم ديال 4 درهم هذا راه القصور هذا واجرك على الله سيدي ومولاي الناس اللي غتسول على التاريخ ها هو التاريخ ديالو. نعم كاين اعطيهم اخويا هذا معروف هذا الثمن ديالو بشحال؟ 12 درهم 13 درهم 12 درهم 13 درهم او عندنا ها انتم التاريخ ديالو 2030 ولاد ولادك يشربوا. ها انتم هذا غادي يبقى لكم كاس العالم ان شاء الله ان شاء الله مزيان. ها انتم زوين هادي غادي يبقى كاس العالم يبقى في الثمن هذا غادي يبقى حتى لكاس العالم كيف قلت لكم هذا باقي حتى يدير يبقى لك حتى لكاس العالم يلاه. اذا هذا نورمالمون 36 درهم 36 درهم دابا 28 درهم واخا معدل 28 درهم 12 درهم الباكيه ثمن واعر ديال بصح تمام ناقصه فيه 8 درهم هذا نعم هذا 8 درهم ثلاثة الباكيات ثلاثة الباكيات ديال اتاي القصور ولا تاج ياك تاج هذا تاج تاج هذا الباك هذا ديال اتاي ديال القصور ولا ديال التاج كما كتشوفوا ثلاثة الباكيات ثلاثة الباكيات هذا 8 درهم ناقص لكم على الثمن ديال السوق يعني يبقى لكم 28 درهم هذا الباك هذا كامل. كاين كذلك هذا الباك هذا ديال اتاي اللي مشهور به المريس ماركت هو بوحدو في المغرب اللي كيديروا في المغرب كامل غتلقاو فقط عند المريس ماركت دائما كاين هذا حيت الناس ولفوا هذا حقيقه هذا حقيقه عند المريس ماركت اللي ما يقدر لا حتى شي واحد في المغرب ونتحداو اي محل ولا اي مول ديال المواد الغذائيه في المغرب يدير بحال هذا العرض هذا اللي فيه جوج باكيات ديال اتاي وغتاخذ باكيه ديال السكر بدرهم. الناس اللي كيسولوا واش اتاي مزيان هذا راه اتاي التاج اللي معروف في السوق الثمن ديالو 13 درهم هنا اليوم 12 درهم فقط ماشي 13 درهم وباكيه ديال السكر بدرهم يعني هنا درهم هنا درهم وهنا درهم. ها انتم باكيه السكر باكيه اتاي الاولى باكيه الثانيه
ديال اتاي درهم درهم وهادي ناقصه 24 كتزيد الدرهم وكتاخذ معهم السكر يعني باكيه ديال السكر هنا درهم هادشي كامل درهم هنا ناقصه درهم هنا ناقصه ودرهم هذا تاخذ بها كلشي كاين العرض ديال القهوه حتى هو ديال لي كابسول كاين لي كابسول لافازا غنيه التعريف هذه لافازا عطيهم اخويا شنو كاين تما فهاديك لافازا هذا ديال لي كابسول الناس اللي عندهم حصاره هذه كتباع 45 درهم خام واحد الوحده الباكيه هنا كنبيعها ب 40 درهم هنايا نعم 38 40 هنايا دابا جوج باكيات دابا جوج باكيات 65 بدلا من 90 درهم يعني 45 من 90 درهم ل 65 درهم شفتوا شحال ناقص لكم عند المنيس مارك وحسبوا معايا الله يرحمه ويجيب من قبل كون وصلنا دابا واحد 400 درهم اتاي راه كاين اتاي اشكال ونواع موديلات متنوعه وكثيره كما كتشوف موديل فينا شحال من ثمانيه ثاني جداد هنا نعم هما كلهم تيتغيروا كلشي تخفيض هذا الشيء ان شاء الله كلشي راه كيفيق شكل النوع ديال اتاي اللي سمعتي به ولا اللي بغيتي راه تلقاه عند بنيس ماركت زيت لوسيور ها هي نعم جوج ليترو تاعي ب 35 عندك هلا ب 34 يعني هذه دابا 3 دراهم انتم جوج ليترو ديال لوسيور 3 دراهم ناقص لكم على الثمن ديال الصو فيها الثمن اللي هو زوين على حتى هي 34 بدل من شحال؟ بدل من 35 35 دابا 34 انتم هذه يعني هلا جوج ليترو عندك اخا معدل هذا جوج ليترو هذه درهم ناقص لكم فيها نعم خويا الماركه هادو ديال هاد الزيت هادو عندك هادي وهادي وهادي وهادو ديال الليترو كاملين هادو ب 17 درهم هادو كاملين ب 17 درهم 17 درهم هادو كاملين هاد الزيوت كاملين اللي كتشوفو 17 درهم 17 درهم هانتوما شوفوهم انت اخويا سعيد زيد اخويا كاين باقي الماركه الزيوت راه كاين حتى الزيت البلديه بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الفرماج الفرماج ديال لي ساندويتش راه كاين فيه تخفيض زويون اللي معروف سي اخويا سعيد هنايا انت عندك هاد الماركه هذا 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 كلهم 17 درهم هذو كلهم 17 درهم هانتوما هذو كاملين غيبقاو لكم 17 درهم بدلا من 19 درهم يعني هذو كاملين جوج دراهم كاين هذا حتى هو ناقص لكم فيه هانتوما جوج دراهم هذو كاملين جوج دراهم هذا الفرماج ديال لي ساندويتش وكتلقى فيه شحال من قطعه اخرى 24 نعم 24 24 هادو دابا جوج درهم ناقص لكم الثمن ديال السوق كاملين هادو 17 درهم يلا مرحبا بكم تبرعوا لينا مرحبا بكم مرحبا بمناسبه رمضان وما تاخر وهذا الشيء وهذا شهر رمضان كل شيء بغينا يتبرع كاين كذا اخويا السده اللي عليها كبير معروفه عندنا هذه موكادور تاخذ اموكادور هذه كدير 12 درهم البياسه اخويا البياسه 12 درهم البياسه 3 بياس دابا اليوم هادي باك كامل كيتقام عليك ب 24 درهم 24 درهم بحال كتعطي بحال كتخلص جوج وحده كراتو وحده فابور شري جوج بطاط ديال الزبده والثالثه بالمجان وراه زبده ممتازه الناس اللي كيسولوا كذلك هنا راه كاين السؤال هذا ديال الاتقان اخويا مو عاد 750 داير ليه 8 درهم ونص بدلا من شحال 750 يعني دابا هذا جوج درهم ونص صافي هذا شوف كيلو ديال الاتقان سكسو هذا فيه 750 750 سكسو الاتقان ها انتم جوج درهم ونص ناقص لكم على الثمن ديال السوق عطينا هذا الاول هذا تنقص فيه جوج درهم هذا لي باتا راه عاود نقصنا فيهم كانوا ناقصين عندنا عاود نقصنا فيهم دابا الا حليتي ثلاثه تاخذ ثلاثه في الشكلات اللي بغيتي هاد المارك كاينه اي موض اي حاجه أي بغيت اي كاينه اي موديل في كاينه بغيتي فوزو بشحال تقام عليك 18 درهم و99 ثلاثه الباكيات بحال كل وحده بشحال بحال كطيح لك كل وحده بشي 6 درهم وشي حاجه 6 درهم هانتوما اذا ها ثلاثه الباكيات كاملين ديال كاينه الا خديتي ثلاثه تقاموا عليك ب 6 درهم وشي حاجه 6 درهم وشي حاجه هاك زيد اخويا اشنو اخر اللي كاين كاين الشعيري هذه لا هاني هاد الشعيري هذه هي هي اللي كتمشى دابا اللي كاينه في رمضان نعم الشعيريه الصينيه هذه الكبيره وكاينه الصغيره الصغيره ديالها نعم اذا الكبيره اللي معروفه الثمن تاعها 20 درهم 13.90 يعني الكبيره دابا الشعريه الصينيه 6 ديال الدراهم ناقصه لكم كاينه هذه اللي معروفه ب 12 درهم غتبقى لكم دابا ب 8 ديال الدراهم 8 درهم 4 درهم هذه ناقصه لكم كاينه كذلك هذه الصغيره اللي معروف الثمن ديالها ب 8 درهم دابا نص بالنص خذ وحده والثانيه بالمجان نعم هذا هما العروض اللي كاينين دابا غيبقى لك ب 4 درهم بغيتي وحده ب 4 درهم مرحبا بكم نشوفوا اخرى شنو كاين اخويا كاين الدقيق كاين واحد البروموسيون واحد الدقيق زوين هذا الدقيق اللي غادي تعطاكم فيه الكراتوي انت رقم واحد هذا ديال الفورس 5 فينو 5 5 ديال الفينو ومعها كيلو ديال الفورس ديال الفلور ديال الحلوات ديال الفلور هذا هذا كيلو ديال الفورس فينو فينو وهذا لا 5 كيلو 5 كيلو 5 كيلو ديال الفورس فينو وكيلو ديال الفلور الفلور ديال الحلوه كيتعطى بالمجان
هذا بالمجتمع مقارنة نعم الى جينا نشوفو بالثمن بحال جوج درهم جوج درهم كيلو جوج درهم الكيلو هذا دابا جوج درهم الكيلو الثمن باش يتخمم هذا الباك هذا كامل هو 46 درهم و 96 ولا لا من 52 درهم دابا حيت غير بحال دابا الفرص دابا وصل 45 درهم 45 دابا هنايا الثمن هذا الحساب هذا هذه اللي كتعطاكم كتعطاكم بجوج درهم الكيلو الفرص هنايا عند المريس مالكي كاين عرض اخر اخويا كاين هذا اللي فيه جوج ديال الفرص جوج ديال الفرص جوج ديال الفرص اللي هي 10 كيلو 10 كيلو جوج خناشي ديال الفرص 10 كيلو الثمن تاعهم الاصلي في السوق هو 48 درهم 48 درهم 46 على حسب نعم اليوم انت 39 درهم ونص 39 يعني دابا هادو 10 كيلو ديال الفرص 8 درهم ناقصه لكم انتم هادو 10 كيلو ديال الفرص 8 درهم ناقصه لكم على الثمن ديال السوق زيد اسيدي مولاي شوف كاين هذا الباكيتي هذا ديال الاتقان هي سباكيتي ديال الاتقان ثلاثة كل وحدة فيها نص كيلو ياك نص كيلو دابا كيلو ونص هادي كيلو ونص كتقام عليك 22 درهم 22 درهم بدلا من شحال كاينة هي وكاينة الدالية حتى هي كاينة دالية وإتقان الثمن تاعهم الأصلي من 22 درهم شحال الثمن تاعهم 36 12 و 24 و 12 36 دابا من 36 دابا 22 درهم شحال كتعطي وحدة فابور تقريبا تقريبا بحال وحدة فابور نعم نشوفوا شنو آخر اللي كاين سباكيتي حتى هو اللي فيه أربعة حتى هو فيه ثمن عائل نعم هو هذه ديال 250 غرام هذه ديال 250 هذه ديال راه دابا هنا كيلو سباكيتي واعره خويا معاذ نعم هذه هاد الماركه هذه سينيوريتا نعم خيره معروف هاد الناس هذه اخويا دابا الثمن تاعها معروف ب 20 درهم كتاخذ ثلاثة ب 15 درهم وحدة كراتوية معاهم نعم يعني بحال دابا هادو خمسة دراهم ناقصة دابا هادو أربعة ديال سباكيتي خمسة دراهم ناقصة لكم سينيوريتا جودة ممتازة كما قال الأخ سعيد نعم نشوفوا مازال كاين بزاف تبارك الله بالنسبه للناس اللي كيسولوا على مواد التنظيف مواد التنظيف راه كاينه الفوق راه غنطلعوا نشوفوها نشوفوا معكم هنايا الفرماج ديال التاج والفرماج ديال التاج فرماج ديال التاج اللي غني على التعريف ومعروف بالجوده ديالو اللي نقصنا فيها اخويا بوعد نعم حاولوا تنقصوا فيه الثمن ديال هذا في السوق اليوم كيلو بشحال 120 110 كل واش كيبيعوا نتوما من 120 شحال كتبيعوا اليوم دابا 95 درهم 95 درهم هانتوما تاج فرماج الاحمر ديال التاج كيلو غادي يبقى من 120 درهم ل 95 درهم يعني تقريبا 25 درهم في الكيلو ناقصه لكم على الثمن الاصلي في الفرماج الاحمر نعم هنايا اذا قلنا هذا كيلو ديال الفرماج ديال البيتزا الثمن ديالو 43 درهم ناقصه لكم فيه 13 درهم في هذه الكيلو هذا كيستعملوا دابا هذا الشيء هذا في رمضان داكشي علاش نعم نعم نشوفوا شنو اخر اخويا نشوفوا شنو اخر كاين هنا الناس اللي كيبغوا امنوا العسل حتى هو راه كاين موجود مطيشه راه مو باقيين نفس الثمن نعم مطيشه الحك ديال مطيشه هذا كامل اربيلا نعم هذا اللي كاين عليه اقبال كبير تبارك الله من 25 درهم 19 درهم هذا حق ديال مطيشه 5 درهم كما كتقول لا تيخو معك كما كنا غنساو هادي نعم اي سوليس سوليس هادي سوليس هي الاشاره تاعها دائما من مورا المغرب هذه راه 12 درهم السي موعد هايا هنايا شحال هنايا دابا 12 درهم صوره جي صوره لي صوره الا خديت البياسه شحال هنايا 11 درهم 99 12 درهم دابا هنايا اربعه بشحال هادو كيتقاموا لك اربعه 35 درهم 35 درهم نورمالمون اربعه باربعه شحال هذيك 48 48 درهم يعني هاد الماتيشه ديال سوليس الا جينا ناخذو بكل بياسه بوحدها غتخمو علينا ب 48 درهم انتم العرض اللي دايرين دابا 34 درهم 99 يعني هاد ربعات العلب ديال الماتيشه سوليس جوده عاليه 13 درهم ناقصه لكم على الثمن الاصلي هذه همزه الصراحه زوينه كاين الطاوله حتى هي راه كاينه موجوده عندكم كاين الكيك اللي كيبغي الكيك راه باقي بثمن اللي هو خويا مازال والله انا خديت من عندكم هذا ديما كتاخذ انت والله الحاضر ولا واعر اللي نعاود ندي 24 درهم نعم كاين هنايا الانواع واشكال ديال الكونفيتور الانواع والاشكال ديال المطيشه عطينا الثمن ديال الاكبر زوين هذا اسطنبول هذا هو دايرين لي 10 درهم 10 درهم شحال الثمن ديالو في الاصل هذا 13 درهم يعني هذا دابا حتى هو نشوفوا هذا نعاودوا نشوفوا اسطنبول نشوفوا حتى التاريخ ديالو الله يجازيك بخير لا لا تاريخ 2027 وها انتم هذا الكونفيتور 3 ديال الدراهم ناقصه لكم على الثمن ديال السوق شوفوا لي تبارك الله ما كاين غير نوض صحيح كاين مطيشه خيرات دوبل كونسونطري هذه دوبل كونسونطري هذه واعره نعم هذه شويه منها كتقضي الغرض ديال فرنسا نعم هذه شويه منها كتقضي الغرض ماشي بحال الاخرى اللي درتي معلقه ما خصك دير هذه جوج معلقات هذه واعره هي مكتوبه نعم هذه كما كنقولوا كما كتقول كتقر هذه كتقر الثمن تاعها معروفه 27 درهم دابا 22 درهم 22 درهم
خمسة ديال الدراهم هاد الماطيشة هادي البواط هادي خمسة دراهم ناقصة لكم على الثمن الأصلي. نعم فين هاد الصاب هادو كلهم كلهم هادو اللي كتلقاو هنايا واقفين بحال هكا كلشي خمسة دراهم ناقصة كلهم فيهم الثمن اللي هو مناسب كلهم الماطيشة خمسة دراهم كاع الضبوطة ديال الماطيشة خمسة دراهم. ندوزو هنايا للشوكولات. الشوكولاتة هو شنو النوع تشوفت لك عليه يقبل بزاف هاد رمضان اخويا؟ هادو كلهم مشوخم وعاد هادو اللي كتشوف هنايا كلهم مشوخم. شنو الثمن ديالهم اخويا؟ هادو راه كيديروا 25 درهم حنا دايرين لهم هنا 19.96. شحال فيهم؟ كيلو 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 ديال الشوكولات شوف الله يبارك سطيلة ديال كيلو ديال الشوكولات سطيلة ديال الشوكولات هانتوما 5 دراهم ناقصة لكم على الثمن الاصلي من 19.96 من 25 درهم 19 درهم 96 وكاين الصغار ديالهم ديال 400 غرام هما دايرين لهم 11 درهم هادو كلهم نفس البلان هادو كلهم 5 درهم ناقصه لكم لا حتى لهنايا كلهم ناقص اذا هذا كل واحد الشكلاط هذا ديال الكيلو سطيله راه 5 درهم ناقصه لكم على الثمن الاصلي هنا هذا حتى هو ديال 400 غرام فين هو خويا 400 غرام هو هذا 400 غرام الثمن ديالو هذا 11 درهم حتى هما 5 دراهم كاملين حتى هما 5 دراهم ناقص لكم في الثمن على الثمن الاصلي. وكاينه الحبيبه اللي هي نوتيلا اللي هي معروفه يعني على التعريف وهي نعم كاينه هذه هذه الثمن ديالها نورمالمون هو 75 درهم دابا 66.93 ها انتوما 5 هذا 8 ديال الدراهم النوتيلا شكون النوتيلا 8 ديال الدراهم ناقص لكم على الثمن الاصلي شوفوا لي تبارك الله نشوفوا لكم التاريخ الناس اللي كيتسولنا على التاريخ فين هو التاريخ ديالو اخويا هو هذا 28 شهر 11 2024 كاين اخويا تما كاين ديال الكيلو كاين نعم. الثمن واعر الناس اللي كيعرفوا الثمن ديال هذا الشيء راه غادي تصدم الناس نعم. راه الثمن شحال الثمن الاصلي ديالها هذه وهذه كاين اللي كيبيعوا ب 95 95 100 حسب كل اذا نقولوا 100 100 درهم انتم بشحال 80 درهم اخويا 80 درهم واعر كيلو ديال كيلو ديال النوتيلا 20 درهم ناقصه لكم على الثمن الاصلي الناس اللي غاتسولون على لاداط حتى لاداط ما تخممش يعني ما كانش لاداط قلت لك ناضية 19 2025 ان شاء الله غتسال نعم 2025 نعم 2025 اذا مرحبا بكم والف مرحبا نرفعوا دابا الفوق راه كاين ما يتشاف في المواد ديال التنظيف عامة بغيت نوضح لكم واحد الحاجة عند مريس ماركت اي حاجة لقيتوا فيها عالدو تيكي هذه بهذه الطريقة قرب عندي كاميرا من الله يخليك لقيتوا تيكي عارفة فيها برومو والحاجة الزوينة لاحظوها مزيان وباش تعرف راسك اقتصدتي عند مريس ماركت شوف مزيان هنايا كنعطيوك الثمن شحال كاين في السوق وشحال كاين عند مريس ماركت وشوف هنا بالسيو كنكتبوا لكم واحد الكتابه صغيره شوف شحال اقتصدتي عند مريس ماركت الا خديتي اذا غير هذا راه 21 درهم هذا 21 درهم فهاد ماجيكس هذا نقصتيها عليك وزيد هذه على حوايج اخرين وغتلقى راسك واحد 400 درهم وهذه هي الهمزه والمريس ماركت هو الوحيد اللي كيحط لكم الشفافيه في التاريخ وفي الاثمنه شحال في السوق وشحال عنده هنا وشحال شيطي في جيبك المريس ماركت بحال كيجبد الفلوس وكيعطيهم لك وتيقول لك هاك انت اللي رابح معانا اذا هنايا قلنا هاد ماجيكس خويا سعيد هاد ماجيكس حتى هو قلنا الثمن ديالو بدل من 120 درهم 98 شحال عافاك فيه من كيلو في هذا؟ هذا فيه 6 كيلو 6 كيلو كاين اومو هذا فيه 7 نعم. كيلو هذا 7 كيلو اومو بلا حامض هانتوما الثمن ديالو الاصلي ديال 155 درهم 160 درهم باش كيتباع هذاك هنايا 125 درهم اذا هذا 7 كيلو ديال اومو 31 درهم ناقص لكم على الثمن ديال الصاق كاين هذا سيدي شوفوا لي العرض الاخر هذا شوفوا ها انتم بحال كتخلص 60 وجوج جافيل وجوج جافيل بالمجان اللي الثمن ديال هاد الجافيل هذا هو شحال 12 درهم 12 درهم بجوج 6 درهم لواحد يعني هذوك اللي عطيتهم لك حنا فابور سيدي مولاي شنو كاين في مواد تنظيف اخرى غيون كبير خاص بمواد التنظيف الله يبارك شوفوا لي الناس اللي كتبغوا مواد التنظيف ليكي حتى هو راه كاين موجود بالشكل والنوع حقا كاين هذا هو ليكيد اييه هذا واعر هذا عندنا عندي في الدار الله يعطيه لي ذاك النهار المريس شوف هذا كونفورت واعر ديال الصح بروميان في هذا الشيء ديال نعم هذا الثمن ديال هذا باش نكونوا نعرفوا بزاف ديال الناس كيمشيو غالطين انا مليت نحسبها المسحوق المسحوق ديال التصبيغ ولا البودر ديال التصبيغ الا جيت نشريها كتقام عليا غلا من هذا ليكيد فيه ثمن زوين وكيكون نقص في الثمن في التصبينه وطيح في الثمن وتيخلي النوع عمو تيحتفظ على الحوايج ماشي بحال البودر هانتوما كنصحكم بهذا واعر ديال بصح المنعم هذا كيخلي لك الريحه واعره في الحوايج نعم الثمن ديالو اللي معروف هذا هو 50 درهم اليوم غتاخذوا جوج ديال لي بياس 39 درهم يعني جوج ديال لي بياس ديال هذا الليكيد 10 ديال الدراهم ناقص لكم على الثمن ديال الصوم فيه شكل النوع نعم اخويا وكاين الكف هو اللي غني على التعريف حتى هو نعم الكف
راه كيتباع ب 85 درهم واخا مو 83. هذا بحال صابونات الكفر كاين، هما ركزوها مزيان. هذا ليكيد. نعم ليكيد ديالو الثمن ديالو في الاصل هذا هو 85. دابا دابا 70 درهم. 70 درهم ها انتوما 15 درهم لالا ومولاتي، 3 ايترو ديال هذا الليكيد هذا ديال الكف 15 درهم ناقص لكم على الثمن ديال السوق، واحسن ما خديتي. زيد اسيدي ومولاي نشوفوا موديل اخر. هانتوما المعجون ديال التصبيل بشكل انواع، هانتوما مساحيق ديال الغسيل ديال الارضيات والجليش. نعم هو دايرين هذا ديال الارضيه هذا ايترو 3 ايترو كتخم عليك بدلا من 36 درهم 29 درهم. لا خديتي 3 ب 29 درهم، يعني 3 هادو 3 هادو راه 7 دراهم. هانتوما 3 7 دراهم فيهم جميع الثمن ديال الصوت. نعم وكاين موديلات شكل، وهناك هاد الشكل ولا روائح الشكل اللي بغيتو. مرحبا بكم. هانتوما كما كتشوفوا الشيء ديال الدجاج هذا راه موجود عندهم، لي بودر بالشكل هذا راه باقي بثمنه اللي هو خويا هذا ديال مارسيال دوسي، راه غني التعريف دوسي راه ولات احسن ماركه كتباع في هذا الشيء. نعم ديال لوبي سير وداك الشيء ديالها سميتو. نعم كيبقى ب 12 درهم و99 سنت. 12 درهم و99 كاع راه كيطير هذا مارسيال. نعم اللهم بارك. نعم كاين كذلك هذا هاد ابي سي هذا حتى هو 9 الكيلو، هذا اقتصادي بمعنى الكلمه. بلا ما نهضروا على هذا كنعلقوا له هاد الورقه وكنخليوه، فهمتي؟ ما كنهضروش عليه، ما كنهضروش عليه، ولكن انا غندوزو حيت هذا لالا ومولاتي. 9 الكيلو ديال ابي سي مسحوق ديال الغسيل 7 دراهم ناقص لك على الثمن ديال السوق، عفوا 17 درهم. هانتوما هاد ابي سي مسحوق ديال التصبين 17 درهم، 9 الكيلو ناقص لكم على الثمن ديال السوق غيبقى لكم 9 الكيلو ب 17 درهم. خيره والله الا مخيره طوب. هنا كاين الغيون ديال البوطي بشكل ونوع، لي شامبوان لي ديميلور اي حاجه بغيتو. نعم هذا هو لي شامبوان لي ديميلور بشكل ونوع، شامبوانات بشكل ونوع، لي ديميلور بشكل ونوع، لي بروتيين بشكل ونوع. هانتوما هذه راه عاد عاوتاني رجعت هذه ديما يا سلام ديال لانجي. شوفوا حتى هذا واعر بزاف اللي معروف الثمن ديال السوق. التعريف واخا معروف الثمن ديال السوق 13 درهم، واللي كيجي كيدير 4 5 ما كاينش من 13 درهم اليوم 13 14 درهم 8 درهم هنايا 8 ديال الدراهم طوب. هذا كيديو بزاف، عرفتي كيديروا الدراري الصالح ما فيهش لانكول. نعم ما فيهش لانكول هادشي باش كاين شكل وانواع اخرين ديال لانجي. فوالا هذا غيون كامنو، فمرحبا بكم والف مرحبا عند المريس ماركت. صابون بشكل ونوع، مودات بشكل ونوع، حتى العطور لي بارفان لي ديودورون بشكل ونوع، صابون اشكال وانواع، لي دونتيفري باشكال وانواع، الموديل اللي بغيتو راه كاين عندهم هنايا. كذلك هذا الغيون هذا غيون خاص بليكوش بشكل ونوع، اي ماركه واي موديل واي اسم سميه بغيتي راه ناقص على الثمن ديال السوق. هنا ليكوش راه فيهم ثمن جد مناسب. فانا مرحبا بكم خويا سعيد. مرحبا. قلنا هذا العرض هذا خاص بالمحل ديال النخيل اللي غنشوفوا العنوان ديالو دابا في الخارطه ديال الفيديو، اللي حاجه حدا جا حدا الرون بوين ديال باب الخميس وحدا المختبر. المختبر مابقاش مختبر، كان مختبر ولكن كاين فوق واحد جوج تلاته. اذا الرون بوين كتفوت غير الروضه كتلقى المحل ديالهم. نعم اذا مرحبا بكم والف مرحبا. توقيت العمل نعاودو نقولو اللي هو من 11 الصباح حتى تل 12 الليل. تل 6 من الفطور 9 ونص 9 ونص تل 12 الليل. اذا تبارك الله عليكم، مرحبا بكم والف مرحبا، خليناكم على خير. السلام عليكم. بالنسبه للعنوان اخوتي انتم انا في عيني الطي ورلهي كما كتشوفوا لهي كاين الروم بوان ديال باب الخميس ديال الولايه الخميس، كلشي كيعرفها هنايا كما كتشوفوا انفو كتفوتوا كتلقاو الروضه ديال عيني الطي معروفه ديال باب الخميس، كتزيدوا واحد شويه وكتلقاو المحل ديال المريس ماركت حدا تأمينات كريمة الكرام، وها هو عين الطريق فاس. ومرحبا بكم والف مرحبا، راه ما كاين فين.